مساء الخير حبايبي، كيفكم؟ اشتقت لكم، ان شاء الله تكونوا بألف خير. جاتكم انا مرام اليوم بفيديو جديد ضمن سلسلة من اختياري. اليوم راح برجيكم سبع فساتين من اختياري، اخترتهم كأحلى فساتين لإلي صعب بال2017. شاركوني رأيكم فيهم اذا عجبوكم ولا لا، شو الفساتين يلي ممكن تلبسوها من هاي المجموعة وشو الفساتين يلي ممكن ما تلبسوها. مهم يعني اعطوني رأيكم، لا تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناة حتى نلتقى دائما بفيديوهات جديدة، ويلا نبدأ نتفرج على أحلى فساتين لإلي صعب بال2017. هالفستان الليلكي كتير كتير إليجانت، شيك وحلو، وأنا بحس إنه بيلبق لنزعة جملة ولبسته. الفستان الثاني هو هذا الفستان الأسود، كتير أنيق وحلو، إله حزام عند الخصر مثل ما بيعودنا إلي صعب دائما بيهتم بالخصر وبالأحزمة، وبيعتبر الخصر هو رمز الأنوثة، لهيك دائما بيحط بيلتس وأحزمة على فساتينه. شو رأيكم بهذا الفستان؟ كتير شيك وراقي. الفستان الثالث هو الفستان المزين بالورود، كمان كتير كتير حلو وأكمامه كتير حلوة باللونين، وروده باللونين الأحمر والأزرق الفاتح. فستان كمان أسود كتير شيك وحلو، كمان بشوف فيه نزعة جرام صراحة. هالفستان باللونين الأسود والبوردو قصير وحلو، كتير شيك بالشتاء، والوردة اللي هون كتير كتير حلوة منسق مع شوز كمان كتير حلو. كمان مع اللون الأسود هالفستان كتير كتير حلو، خصوصا موديل الأكمام والقماش الترتر الحلو، عاطي رونق كتير كتير حلو. إذا هدول هنا الفساتين يلي اخترتهم لإلي صعب كأجمل فساتين قدمها بال2017. لا تنسوا تعطوني رأيكم فيهم، شو الفساتين يلي حبيتوها منهم؟ إذا بتحبوا فساتين ثانية غير الموجودة خبروني عنها، اعملوا لايك للفيديو وانشروا لتعملوا الفائدة، اعملوا سبسكرايب للقناة حتى نلتقى دائما بفيديوهات جديدة، وتابعوني على انستغرام. بشوفكم على خير ان شاء الله، باي.